من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. مع الإرباك السياسي اللي يشهد البلد ورغم ما تقدم الفرقاء السياسيون خطوات إلى الأمام والوصول إلى مقتربات بداية إرساء قواعد تشكيل الحكومة المقبلة، نلاحظ تزايد في الخروقات الأمنية، والحقيقة أن تواتر هاي الخروقات ومحاولات الاعتقال لأبناء البلد تضع علامات استفهام كثيرة. ترى ما الدافع؟ من الجهات اللي تقف وراء هذه التحركات اللي تحدث الخلل بالمنظومة الأمنية والسياسية على حد سواء؟ بالتالي يشوف خبراء أمنيون أن هذه الجماعات خارجة عن القانون ويجب محاسبتها كونها تزرع الخوف والرعب في قلوب المواطنين الآمنين. بالجانب الآخر من حصادنا لهذه الليلة راح نتابع قضية مهمة جدا، فمع دخول قرار منظمة أوبك بلس حيز التنفيذ والتزام الدول المنتجة بتخفيض صادراتها النفطية وبنسب مختلفة، فإن مساحة التأثير تباينة. الدول رحبت وكيفت أوضاعها الاقتصادية مع جملة المتغيرات النفطية، وصوبت هذه المحددات مع النظرة الشمولية اللي تدفع باتجاه تقليل المعروض لتعزيز الأسعار، وهاي المنظمة من الخيار تتلائم مع توجه العراق، وأخرى استهجنت وانتقدت، بل توعدت هذه الدول في البحث عن بدائل تقلص من قبضتها على المنتج والسعر. هذه ملفات حصادنا راح نناقشها تباعا مع ضيوفنا الكرام، لكن قبل ان يعني ان ننتقل الى هذا الموضوع، ننعى احد اعمدة المؤرخين والباحثين عن الحقائق والوثائق، الكاتب في تاريخ العراق السياسي الحديث السيد صلاح الخرسان. فبعد حياة عامرة بالبر والتقوى والمرابطة في خنادق الدفاع عن قيم ومبادئ الحركة الإسلامية ومقارعة نظام الطاغية صدام، ففقد العراق اليوم شخصية مهمة واكبت حقبة حساسة من تاريخ المعاصر ودونت كل أنشطته وحركاته السياسية إلى جانب إثراء المكتبة العراقية والعربية بعشرات الكتب المطبوعة والآثار المخطوطة. فبرحيله ترحل آخر يعني أحد الأعمدة من أعمدة الأمة المؤرخين الذي كرس حياته في البحث والتقصي عن الحقيقة وشيع إلى مثواه الأخير اليوم السبت. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وخالص العزاء والمواساة لأسرته ومحبيه. محمدا رسول الله، لا اله الا 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 الله. السيد رحمه الله كان على درجة عالية من الإخلاص والصدق والجدية والمثابرة، وكان باحثا وكان ناطقا ب حقائق لم يستطع غيره أن ينطق بها، وقد واكب العمل الجهادي منذ كنا في جبهات القتال ومنذ كنا في الجبال وشمال العراق وفي سوريا، فقد جمع بين الجهاد والكلمة الحق والتأليف والبحث والإخلاص والصدق في المواقف. ترك السيد المرحوم العزيز الكبير سيد صلاح أثرا في المجتمع، أرخ التاريخ بأصعب الظروف، وأنا أزعم أنه لم يميل لا شرق لا يمين ولا يسار، كتبه بنزاهة كاملة وبشرفية كاملة رغم حياته الصعبة وصعوبة العيش، كان يقاوم كل الإغراءات. كان للفقيد الأثر الواضح في تاريخ الحركة الإسلامية والحركة السياسية في العراق للعراق الحديث بعد التأسيس عام 1921 إلى زمننا الحاضر. أغنى المكتبة بما كتب، وأغنى الإعلام بما قدم، وقدمت الأسرة الكثير، ولصلاح الخرسان رحمه الله بصمة واضحة. مشاهدينا، في ملفنا الأول راح نتابع بين البصرة وكردستان يعني اغتيالات تبوء بالفشل، وأخرى
تصوب أهدافها المرجوة، فلم يتوقف مشهد القتل في البلد إلى يومنا هذا. بالمقابل صمت الجهات المعنية وترك المتورطين بالقتل أو المحاولات الفاشلة يفسرها الخبراء بتفسير واحد فقط، وهو عرقلة تشكيل الحكومة المقبلة وتمديد عمر حكومة تصريف الأعمال. نتابع التقرير اللي أعدته لنا الزميل نهى الشمري، ومن بعدين نفتح محاور الحديث مع ضيوفنا الكرام. شمالاً وجنوباً البلاد تحترق بنيران رصاص يصوب تجاه أبناء البلد منذ أيام عديدة، ففي البصرة ازدادت على وقع الاشتباكات التي تشعل شرارتها على المواطنين الأبرياء من قبل قوات خارجة عن القانون كما عدها الخبراء الأمنيون. لكن تزايد خطر الانفلات الأمني بشكل ملحوظ حتى وصل الحال إلى استهداف شخصيات فاعلة في المجتمع بمحاولات فاشلة لاغتيالهم، متمثلة برئيس جماعة علماء العراق وأتبعه بعد ذلك عضو تحالف الفتح يوم أمس. الفوضى الحاصلة في جنوب العراق وخصوصا في البصرة والذيقار أريد لها أن تكون إخراجها عن السلطة المركزية في بغداد، وأن هذه ستطيل عمر الحكومة لتصريف الأعمال الآن الحالية، وبالتالي هنا تلزم الإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى على الإسراع بتشكيل الحكومة وإجبار الكرد وإلزامهم على حسم خياراتهم لمرشح رئاسة الجمهورية، لأن الوضع أصبح لا يطاق، وإذا بقيت هكذا فإن الجنوب العراق سيخرج بالتمام عن حكومة مركزية. أما في كردستان لم تهدأ وتيرة تنفيذ الاعتقالات، فقتل الضابط بتفجير عبوة ناسفة بالتزامن مع أحداث الجنوب وتهديد أرواح المواطنين أثار الرأي العام، إذ تعالت المطالب لإجراء تحقيقات بشأن الاغتيالات وزعزعة الأمن لمعرفة من يقف خلف تلك الجهات التي لا تريد تحقيق الأمن، خصوصا مع اقتراب موعد تشكيل الحكومة الجديدة التي جعلت ضمن برنامجها الملف الأمني والحفاظ على استقرار البلد. الملاحظ أنه كلما اقترب الوقت لتشكيل الحكومة وعقد جلسات البرلمان ينهار الوضع الأمني أو هناك خروقات أمنية كبيرة حتى في محافظات تعتبر مستقرة أمنيا، وهذا مؤشر على أن هناك مخطط يراد عرقلة تشكيل الحكومة، وأن هناك جهات تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في محافظات هي تعتبر يعني قاعدة يعني رصينة وقاعدة جيدة للأمن والاستقرار في العراق. مراقبون وخبراء أمنيون يرون في قراءة للمشهد الأمني أن تزامن الخروقات الأمنية مع قرب انعقاد جلسات البرلمان ما هي إلا تحركات دافعها الأساس هو عدم الرغبة باستقرار البلد والتقدم نحو الأفضل في عهد الحكومة المقبلة، خصوصا بعد توارد المعلومات بأن الحكومة ستشكل في غضون أيام قليلة لا تتعدى شهرا واحدا. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف. أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ هيثم الخزعلي عضو شبكة الهدف التحليلي السياسي، حياك الأستاذ هيثم ضيفا كريما، وكذلك أرحب بالأستاذ فاضل أبو رغيف الخبير الأمني، حياك الأستاذ فاضل ضيفا كريما. خلينا نبدأ من حضرتك أستاذ فاضل، نتحدث عن ورقة الاغتيالات عادت إلى الواجهة، نشوفها بالجنوب بالشمال، طرق مختلفة وأساليب مختلفة وشخصيات مختلفة. أكو وحدة موضوع تجمع أن عودة هذه الورقة اللي نقصد بها الاغتيالات إلى الواجهة؟ نعم أستاذ أحمد، تحية طيبة لك ولمشاهدي قناة الكريمة ولضيفك زميلنا الأستاذ الدكتور هيثم. يعني أولا يعني هي ليست بالكثرة التي يعني جنابك تسأل بها، يعني هي تختلف عن عوام 2019 وما تلاها، كانت هناك اغتيالات قد تكون نوعية أيضا وقد تكون بكثرة، لكل اغتيال ظرفه الخاص و ملابسات الخاصة. يعني في محافظة البصرة تقييمها تختلف عن محافظة ميسان، في الكوت تختلف، وهكذا حتى في الأنبار وفي الموصل لكل واحدة ظروفها. خذ مثلا في محافظة ميسان، يعني في بعض الأحيان تكون الاغتيالات عبارة عن خلافات حول مغانم ومغارم بالمنافذ الحدودية، قد تكون بشأن مخدرات، قد تكون بشأن جذر عشائري. وفي البصرة لا تختلف الحالة، بيد أن البصرة فيها كتل وفيها أحزاب وفيها تناكف سياسي، وقد تكون هذه التصفيات تدخل ضمن التصفيات السياسية، وطبعا هذا الموضوع فيه جنبة سياسية في بعض الأحيان وفيه جنبة جنائية بالغالب العام. يعني هذا اليوم كان هناك شرطي قام بقتل ضابط ومنتسب آخر بدعوى أنه
يعني يحمله واجبات كثيرة، وأعتقد أنه يدخل ضمن عنصر الحبوب المخدرة وغيرها. في يعني نحتاج إلى محافظين يستطيعون أن يقيموا علائق ووشائج مع المواطن، يعني نحتاج إلى محافظ يمارس دور إصلاحي وليس يمارس دور يعني المبلغ ودور رئيس اللجنة الأمنية فقط. يعني مثلا في محافظة البصرة، محافظ البصرة ممتاز، يعني يحظى مثلا بعلاقة عشائرية وبعلاقة اجتماعية، ولذلك يعني هذه العلاقة ولدت حالة من التواصل. في محافظة الكوت قائد الشرطة أيضا موجود، أيضا يحظى بعلاقات متينة، لذلك في محافظة الكوت لا نجد أي عمليات اغتيال. لكن طيب، في محافظة ميسان لا، الوضع أيضا يختلف. لو رجعنا إلى محافظة صلاح الدين، محافظة صلاح الدين تكثر فيها التنظيمات الراديكالية المتطرفة، أيضا لديها فيها صبغة إرهابية. في محافظة نينا، في محافظة نينا وأيضا فيها صبغة إرهابية، وهكذا. يعني نحتاج إلى ضبط إيقاع لعمل بعض الجماعات وعمل بعض الأحزاب، وهذا طبعا نتيجة خلينا نجي عليها بالتفصيل. أستاذ فاضل، جت رحاب بحضرتك أستاذ هيثم، نتحدث عن ما جرى في محافظة البصرة، خلينا نفصل شوي الأمور. الشيخ خالد الملا يعني أرجع هذا الموضوع إلى فئات بعثية أسماهم من يريدون خلق الفتنة، وكرس هذا الشيء بأنه عندما يشكر إيران فأن هذا الموضوع لا يروق للبعض فتم استهدافه. أيضا النائب صالح الخزعلي يوم الجمعة تم استهدافه. البصرة ليش هذا الوضع المضطرب بها، وليش بالتحديد ورقة الاغتيالات؟ ابتداء أنا أحب بك وبجناب السيد الأستاذ فاضل وجمهوركم الكريم، حياك الله. الحقيقة أنه موضوع البصرة كما ذكر السيد بأنه الحوادث مختلفة، يعني موضوع محاولة اغتيال السيد خالد الملا من المعروف أنه شخصية معتدلة، دائما هو يكون يرغب الصدع بين مكونات الشعب العراقي، بعيد عن الطائفية، ورجل له تصريحات قد لا تغضي بعض الجهات، وقد يستغل البعض التوتر الموجود حاليا لإيجاد يعني حالة من الإرباك الأمني، ويستثمرها في موضوع تنفيذ بعض الأهداف وبعض المعارض. يعني ذكر الشيخ الملا قد يكون هو سبب وجيه لعملية اغتياله، خصوصا من جماعات البعثية ومن جماعات التي تكون العداء للجمهورية الإسلامية في إيران، وقد يعتبر هو محسوب بهذا التصريح، حسب على إيران، وبالتالي محاولة قتله وإسكات هذا الصوت المعتدل، لأن هؤلاء عادة يعتاشون على الأزمات ولا يحبون أن تكون هناك أصوات متوازنة تنظر إلى اللحمة الوطنية، وإنما هم يأملون أن يتأزم الوضع الأمني وتنهار الأمور على أمل أن يستعيدوا السلطة. موضوع السيد فالح الخزعلي أعتقد أنه قدم شكوى قانونية، سوف تكون هناك تحقيقات للكشف عن ملابسات الموضوع، وبما أنه نائب قطعا تكون هناك دوافع سياسية، إلا أن المشكلة في محافظات الجنوب أنه يوجد هناك طابع عشائري، وقد تكون الدوافع عشائرية غير سياسية، بالتالي لابد أن يكون هناك تحقيق نزيه من أجل كشف ملابسات الموضوع وكشف الجهات التي تقف خلفه. اللعب بهذه الواقع موضوع خطر، والمشكلة أنه يوجد خلل في الإدارة الأمنية لدينا. يعني البريطانية، يمكن لندن تحديدا، أقل عدد شرطة موجود بها، ولكن بها 8 مليون ساكن، بها أكثر من 7 مليون كاميرا. يعني لو كان لدينا كاميرات ليزرية لمراقبة المدن والشوارع لما كان أحد يجرؤ على القيام بهكذا عمليات، وكنا نتمتع بأمن مجتمعي. الموضوع أيضا يحتاج إلى تواصل مع شيوخ العشائر وتوقيع بعض الاتفاقيات والتفاهمات لمعاقبة أو التبرئ من هكذا شخص يقوم بهكذا عمليات. القانون لابد أن يكون حازم في معاقبة هؤلاء الأشخاص. بالتالي أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى عدة فعاليات في عدة مجالات من أجل أن نضبط الأمن المجتمعي في داخل المحافظة. طيب أستاذ فاضل، يعني هنالك مراقبون للشأن السياسي ربطوا هاي الأحداث هدفها يعني الزعزعة الأمنية، بالتالي
تأثيرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على تشكيل الحكومة. وحضرتك تلاحظ بأنه كل جلسة برلمانية قطع للشوارع ونزول للقوات الأمنية في بغداد، احترازات أمنية. هسه اللي ما يقدر يتحرك في بغداد ويخلط المياه الراكدة قام يتحرك إلى المحافظات، لو لازلت مصر عند رأيك أنه هذه ملفات لربما ما بها علاقات ترابطية؟ يعني شوف أستاذ أحمد، كل مشكلة فيها أسوة فيها جذر. أنا في تقديراتي جذر كل هذه المواضيع هو عملية التناكب والتساجل والتخاطر السياسي بين تلك الكتل. يعني هناك عدم توصل دائما إلى اتفاقات نهائية تفضي إلى تشكيل عادل وسريع إلى الحكومة، فضلا عن عدم يعني هناك البرلمان أصبح يواجه يعني مخاضات كثيرة فيما يتعلق بعقده وانعقاده لغرض تمرير إما الاتفاق على رئيس الجمهورية أو الاتفاق على رئيس الوزراء. لكن هذه تحتاج إلى تعميق الحوار بين تلك الكتل والإفضاء وإلى كلمة سواء والاحتكام إلى قول فصل فيما يتعلق بالقول السديد. لذلك أعتقد أن هذه الكتل لو حسمت أمرها وصبت كل ما لديها في بودقة الوطن أعتقد أن الأمور تؤول إلى نتائج إيجابية كبيرة. قد يكون التيار الصدري لدى البعض هو العقد الكؤوج في إتمام ما تبقى من إتمام الجانب الحكومي. لذلك التيار الصدري هو صاحب القاعدة الجماهيرية الواسعة والكبيرة والأكثر عددا والأكثر قوة، وهو صاحب يعني أعلى يعني أصوات ومقاعد داخل البرلمان. لذلك أخفق الجميع في التواصل والتوصل مع التيار لغرض استرضاء أو لغرض التواصل. لكن هناك أنباء تفيد وتشي بأن هناك عمليات يعني محاولات ل يعني مفاوضات ناجعه وناجحه بناءه في نفس الوقت للاستمرار باتمام ما تبقى من التشكيله الحكوميه. اعتقد ان التشكيله الحكوميه قد تكون بكل تفاصيلها هذه المره تختلف عن سابقاتها. يعني اعتقد ان السيد السوداني يتمتع بكاريزما ويتمتع بقدره ويتمتع بتاريخ طويل سبق له أن قاد أكثر من 4 وزارات. هذه الوزارات نجح فيها إلى حد كبير فضلا عن أنه لم تسجل بصحائفه أي خرق يمثل حالة النزاهة. لذلك أعتقد نحن محتاجون إلى حوار معمق أولا، لأن الدولة تستند إلى أمن وخدمات، فكلما استتب الوضع السياسي كلما صار الأمن بسلاسة. وأعتقد أي انسداد سياسي يعني يلوح بالإفق يعني نتائجه تكون نتائج وخيمة على الشارع. لذلك الشارع دائما يتم استخدامه والاستقواء به، وهذا ما أثر على المواطن من غلق للطرق وإيصاد للجسور وعرقلة لحياة المواطن العادي، ما أثر على الدخل اليومي لبعض الذين يشكون يعني يشكون من ضنك الحياة. لذلك أعتقد أن الأمور خلال يعني أنا أستبشر خيرا ببعض التحركات. يعني اليوم قبل قليل بافل جاء يعني إلى بغداد حط رحاله، وأعتقد أن العقدة الكؤوج تبدأ باختيار رئيس الجمهورية الذي يفضي إلى تكليف صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان وهو رئيس الوزراء. أعتقد أن الأمور في طريقها إلى الحلحلة، لكنها تحتاج إلى جهد كبير وتحتاج إلى حركة دؤوبة. أعتقد أن القيادات والزعامات السياسية التي كانت تعارض الحوار أعتقد هي أدركت الغميزة في أمرها أنه الآن الوضع يسير بخطى يعني فيها نوع من التشاؤم سابقا، لكن أعتقد هذه الأيام لا، الوضع يعني يسير بخطى إنهاء ما تبقى من تشكيلة الحكومة حتى يرتاح المواطن ويتم المصادقة على الموازنة. لأنه للآن الحياة الاقتصادية قد لا يستشعر فيها المواطن العادي، هناك وفرة مالية كبيرة، هناك أمن غذائي بعد لم ينفذ، هناك انسيابية معطلة من قبل تعطيل الموازنة بشقيها التشغيلي والاستيرادي. أعتقد نحن محتاجون إلى مثل هكذا جهود جبارة تفضي إلى رفع المعاناة عن المواطن العراقي. أستاذ هيثم، نتحدث عن كل هذه التفاصيل اللي تفضل بها الأستاذ أبو رغيف، عقبة رئاسة الجمهورية، ونشوف أنه قبالتها أكو ضواغط في كردستان واغتيالات لأحد الضباط في إقليم كردستان. لاحظ في البصرة أيضا هنالك استهداف لنواب لشخصيات اجتماعية معتدلة. فهذه الضواغط هل لها علاقة بأيادي يعني دولية من دول خارج العراق يعني تتحكم بهذه الورقة، وبالنتيجة لدينا عدم تمرير للاستحقاقات الدستورية سواء في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء؟
طبعا هو كل توتر سياسي ينعكس على الجانب الأمني، هذا أمر طبيعي. وفي كردستان طبعا هناك بعض الدول التي تدعم طرف كردي مقابل طرف آخر، نتمنى أن تكون حوادث الاغتيال داخل الأقليم ليس لها علاقة بالوضع السياسي. الأخوة الكرد لابد أن يحزموا موضوع الرئاسة. الحزب الديمقراطي كان في البداية ذاهبا باتجاه الحصول على رأس الجمهورية، ثم ربما هو تراجع الآن ويقبل برئاسة الجمهورية للاتحاد، وبشرط أن لا يكون سيد برهم صالح، وهذه مشكلة. في المرة الأولى هو أراد أن يخصي شخصية لها تاريخ سياسي بارز في داخل الاتحاد الكردستاني، وأراد أن يخصي الاتحاد الكردستاني من استحقاقه طبقا للتفاهمات التي كانت بين الحزبين سابقا، والآن يحاول أن يحصل على أقصاء، في حين أن الاتحاد الكردستاني له حلفاء الإطار التنسيقي وربما حتى السيادة بإمكانهم أن يصوتوا لاختيار رئيس جمهورية بمعزل عن إرادة الحزب الديمقراطي، ولكن هم لديهم رغبة بأن يكون هناك توافق بين الحزبين، وأعتقد أن هذا التوافق لن يترك مفتوحا له الوقت، وإنما قد يحدد بفترة زمنية محددة في حال عدم توصل الحزبين إلى اتفاق. يعني لابد أن نمضي باتجاه التصويت على رئيس الجمهورية في داخل البرلمان. والفواعل الدولية؟ الفواعل الدولية أنا أعتقد أنه الوضع الآن اختلف كثيرا عن قبل سنة، لأن إلى الآن منذ الانتخابات الآن اقتربنا إلى السنة. في ذلك الوقت كانت الفواعل الدولية ضاغطة باتجاه تشكيل تحالف معين ودعمه على حساب المكونات الأخرى، وحدثت هناك عقلات وكانت هناك بعض الشبهات حول المسير الانتخابات ونتائج الانتخابات، لأن الفاعل الدولي الآن هو يرغب باستقرار العراق. شاهدنا أنه تأكيد ممثلة الأمم المتحدة على الحوار، تأكيد سفارة الولايات المتحدة وبريطانيا بعد أحداث الشغب التي حدثت في بغداد على موضوع الحوار. هناك إرادة دولية تريد أن تضمن استقرار الأمن في مناطق الطاقة ومصادر الطاقة، لأن العالم ربما يقدم على هذه المناطق. لا تقريبا يعني الآن الوضع في العراق لا ينذر بوجود خطر أمني. الحقيقة كان هناك بعض الشخصيات السياسية الوازن التي لديها رأي، يعني أنا أثني على سماحة السيد الصدر الذي قام بتجميد سرايا السلام لإبعادهم عن الشبهات فيما يجري في موضوع البصرة، وهو أكد أن هناك بعض من يحاول أن يتصيد بالماء العكر لإيجاد فتنة في داخل البصرة وإلقاء التهم على سرايا السلام وهم فصيل داخل الحشد الشعبي العراقي. وأيضا السيد دعا إلى التهدئة وعدم استخدام العنف. بالتالي أعتقد أن الفواعل السياسية العراقية مدركة لخطورة التوتر وأثره على الأمن المجتمعي، كما هي مدركة لحاجة المجتمع الدولي أن يكون هناك استقرار في مناطق العراق خصوصا في البصرة قرب حقول النفط. بالتالي العراق الآن هو ربما يكون أهم دولة بالنسبة لمنظمة أوبك، لأنه الوحيد القادر على زيادة إنتاجه من النفط 4 مليون فيما لو تم تطوير البنى التحتية، في حين أن النقص النفط. خلق أقصى حيث مخصص الملف الثاني لهذا الموضوع المهم والحيوي. اسمح لي أن أجدد شكري لحضرتك الأستاذ فاضل أبو رغيف الخبير الأمني، شكرا جزيلا لحضورك معنا في الاستوديو، أثريت الحوار، وتفضل البقاء معي أستاذ هيثم كي نتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. مع قرار منظمة الدول المنتجة أوبك بلس بتخفيض الإنتاج، واللي راح ينعكس حتما على الزيادة في ارتفاع الأسعار اللي هبطت خلال المدة الماضية، فإن العراق أمام فرصة لا تقدر بثمن في استثمار هذه الأموال وإنعاش خزينته المالية. خلونا نفتح وياكم هذا الملف المهم والحساس ونعرف انعكاساته، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. نحو مزيد من الاستقرار والتوازن في الأسعار، جاء قرار منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائها أوبك بلس
بتخفيض قيمة الصادرات من الدول المنتجة إلى 2 مليون برميل يومياً. حصة العراق منها 220 ألف برميل في أكبر عملية خفض إنتاج منذ جائحة كوفيد-19 لأسباب تتعلق بالموازنة على العرض والطلب ولدعم استقرار الأسعار في السوق النفطية التي سجلت تراجعاً في المدة الماضية. أعتقد أن التخفيض الذي تتجه له الأسواق العالمية وخصوصا أوبك بطبيعة الحال يؤثر على نسبة الصادرات العراقية من النفط، وهذا أمر طبيعي حتى لا تتأثر الأسواق بفعل عاملي العرض والطلب إلى تدهور الأسعار وبالتالي انهيار اقتصادي يعم المنطقة ويعم العراق. الدول المنتجة مستفيدة ومرحبة، وقرار تمديد هذا الاتفاق يمثل للعراق فرصة ذهبية خاصة وأنه سيمتد حتى نهاية العام المقبل، لكن الأمر مرهون بالتعاطي الإيجابي مع فرص الاستفادة التي منحتها المقررات الصادرة من المنظمات الدولية المعنية التي إذا ما استغلت بالشكل الأمثل بمقدور العراقي أن يعزز فيها وفرته المالية، مع الترجيحات التي تدفع بأن يصل سعر البرميل إلى 150 دولار. تعد عملية المضاربة المالية والاقتصادية واحدة من أولويات الدول في صناعة اقتصادها ونهضة اقتصادها. فعلى سبيل المثال بلد مثل العراق الذي ريعه الأساس هو النفط، عليه أن تكون هنالك خبراء يحسنون التعاطي مع الأسواق، وهنا تبدأ دور الخبراء في هذا المجال كي يحافظوا على الرقم والمعدل الموجود بعيدا عن الأوجه السياسية. لكن ولادة هذه المقررات في المجموعة الدولية لم تكن سهلة بالمرة، فهي شقت طريقا وعرا من الضغوطات الأمريكية ودول مستهلكة أخرى، وصفت المجموعة بالانحياز إلى روسيا وأنه قرار قصير النظر وأنها ستسعى بالتشاور مع الكونغرس للبحث عن أدوات وآليات إضافية تقلص من سيطرة تحالف الدول المنتجة على أسعار الطاقة. علي حبيب، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدد ترحابي بضيف الكريم أستاذ هيثم الخزعلي، وأرحب بضيفي الكريم أستاذ الدكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي. حياك الله دكتور صفوان. دام حضرتك أستاذ هيثم نتحدث، وتحدثت قبل أن ندخل في هذا الملف عن موضوعة النفط وأوبك بلس، هسه خلينا نعرف وجهة النظر الأمريكية حتى نعرف أنه شو راح تمشي الأمور وأيهم المستفيد. يعني البيت الأبيض تحفظ على اجتماع أوبك بلس ومخرجاته، وقال بالنص انه هذا الموضوع راح يعود بأزمات رئيسية على امريكا، وايضا راح يمكن اعتباره عملا عدوانيا. اذا امريكا تعتبر هذا عملا عدوانيا، بالنتيجة ردات الفعل شو راح تكون؟ طبعا الحقيقة انه قرار أوبك بلس من الناحية الاقتصادية وقرار صحيح تماما. تراجعت اسعار النفط الى 85 وربما في بعض الاوقات 83 دولار بعد أن ارتفعت، ولو كان هناك حفاظ على مستوى الإنتاج مع دخولنا في عام 2023، وتقديرات صندوق النقد الدولي تقول بأن معدل النمو العالمي سينخفض بنسبة 2.3%، هذا يعني انخفاض الطلب على النفط وبالتالي انخفاض الأسعار بشكل أكبر وخسائر للدول المنتجة للنفط. بالتالي التخفيض بمقدار 2 مليون هو يعادل تقريبا 2% من حاجة السوق العالمي، في حين معدل النمو سينخفض بنسبة 2.3%. هناك توازن بين انخفاض الطلب على النفط وتخفيض الانتاج ما يحافظ على الأسعار،
نعم قد تزداد الحاجة مع اقتراب فترة الشتاء وبسبب الأزمة الأوكرانية، وهذا سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. واليوم ربما كانت الأسعار 93.6 دولار لبرنت الأمريكي، وهذا يعني أعلى سعر ربما وصل له البرميل النفط منذ فترة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة وقد تصل إلى 100 دولار. هذا سيحقق إيرادات كبيرة للدول المنتجة للنفط، وهذه الدول طبعا هي تتابع مصالحها. ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم هذه الدول بدفع الأموال وتخفيض أسعار النفط وتوفير الطاقة لأوروبا مقابل الحرب مع روسيا ودخولها في حرب ليس لها ناقة بها ولا جمل. نأتي على الأزمة الروسية أستاذ هيثم، ولكن بعد أن عرفنا وجهة نظر أمريكا أستاذ صفوان أرحب بك مجددا. نتحدث عن المردود المالي للعراق، وفرة مالية وانخفاض بالصادرات، هل هذه علاقة طردية أم عكسية؟ شو راح ينعكس قرار أوبك بلس على الاقتصاد العراقي تحديدا؟ طبعا أرحب حضرتك وبالضيف العزيز وبالجمهور المتابع. حقيقة يعني حجم التخفيض، حصة العراق من التخفيض هي 220 ألف برميل يوميا، هذا يعني فقدان ما لا يقل عن 20 مليون دولار من حيث الصادرات العراقية. بالمقابل ارتفاع سعر برميل النفط بمعدل 6 دولارات سيعوض هذا النقص في الإيرادات. فعمليا العراق ضمن منظمة أوبك، وعمليا هو ملزم بقرارات منظمة أوبك وشركائها من خارج أوبك. حاليا رفع سعر برميل النفط بحدود ال 15 دولار، بمعنى ان ايرادات العراق عن ما كانت عليه سابقا قبل قرار التخفيض سترتفع خلال هذه الفتره. العراق يعني ضمن منظمه اوبك يحاول السيطره على كميه المعروض. لاحظنا مع يعني مع ازمه كورونا كان التخفيض بحدود 10 مليون برميل، تدريجيا هذا التخفيض تم مراجعته الى ان بلغنا نقطه الذروه قبل ان تبدا اسعار النفط تنخفض. فحاليا عمليه المناوره ستكون من خلال تسعير النفط باتجاه اوروبا باتجاه اسيا باتجاه الولايات المتحده الامريكيه. لاحظنا ان تسعيره العراق خلال الشهر القادم ستكون بحدود سعر النفط العربي زائد عمان مضاف إليها 2 دولار على مستوى آسيا، وعلى مستوى أوروبا يعني أقل من سعر برنت ب9 دولار، بمعنى أن العراق يعطي أفضلية للتصدير باتجاه أوروبا، خاصة تكاليف النقل هي يعني عالية لنقل النفط العراقي إلى الاتحاد الأوروبي، وباتجاه الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بزيادة 2 دولار عن سعر تكساس. فعملياً الموضوع يعني يعتمد على الصراع في الحصص السوقية، لكن بتقديري الشتاء قادم والحرب الأوكرانية الروسية ستستمر خلال هذه الفترة، وشاهدنا تصعيد وتغيير في نمط الصراع. يعني قد تكون هناك استهداف للنفط الروسي ليس على مستوى السعر وفقط، يعني حاليا أحد أسباب التخفيض هو أن دول الاتحاد الأوروبي ترغب بيعني تقييد سعر النفط الروسي، وهذا التقييد بالتأكيد يعني سيلاقي رد فعل من روسيا باتجاه رفع سعر برميل النفط. فهناك صراع، الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تحصل على نفط رخيص لتقليل آثار التضخم، لكن دول الخليج وروسيا والعراق لا يستطيع أن يخفض سعر النفط في الفترة الحالية، لأنه يحاول تجنيب اقتصاديات هذه الدول التضخم. أستاذ هيثم، يعني وفقا لما أوضحه الدكتور صفوان قصي من أمور مالية واقتصادية، نتحدث عن العلاقة بين روسيا وأمريكا في موضوعة النفط وتخفيض الصادرات وإنتاج النفط، شلون راح تكون موازنات القوى في هذه الحالة؟ طبعا الولايات المتحدة تريد أن تفرض قانون وضع سقف النفط الروسي، وروسيا صرحت بأنها سوف تمتنع عن بيع النفط هذه الدول، ما يعني خروج 12 مليون برميل عن العرض الموجود في داخل السوق. هذا سوف يشكل ضغط على الأسواق، قد يدفع الولايات المتحدة للذهاب بالاتجاه نحو فنزويلا ورفع العقوبات عنها من أجل
أن تحصل على النفط الموجود بها، وقد تذهب للتوافق مع إيران من أجل تعويض هذه الكميات. روسيا قد لا تكون متضررة كبيرة، لديها عقود كثيرة مع الصين ومع الهند ومع دول آسيوية قد تشكل نصف سكان العالم، بالتالي هذه الدول متعطشة للنفط الروسي، وروسيا تبيع بتخفيض نعم ربما لهذه الدول، ولكن هي لا تريد أن تخضع للقانون الأمريكي. فأعتقد أن الولايات المتحدة نفسها في أكثر من مأزق، فضلا عن أوروبا التي هي في مأزق الطاقة حيث ارتفعت أسعار الوحدات الطاقة الحرارية في لندن إلى أكثر من 100 دولار للمليون وحدة، وبالنسبة للخزين الاستراتيجي الأمريكي هناك سحب، وحال ما أعلنت أوبك بلاس أنه سوف تقوم بتخفيض إنتاج النفط، أو عزى رئيس بايدن بضخ 10 مليون برميل من الخزين الاستراتيجي الأمريكي الذي نزل لمستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، وبالتالي هو على أمل أن يخفض أسعار النفط عبر ضخ هذا الخزين الاستراتيجي. هناك ضغط بالخزين الاستراتيجي، هناك أزمة وقود حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن المنتج الأمريكي لا يقوم بتخفيض الأسعار على المواطنين، وأيضا هناك حالة من التضخم دفعت الفدرالي الأمريكي إلى رفع معدلات سعر الفائدة أكثر من مرة، ما أدى إلى انخفاض عملات الدول العالمية حتى اليورو والمارك والفرانك، والين الياباني كلها انخفضت مقابل الدولار، مما أدى إلى زيادة معاناة هذه الدول. الولايات المتحدة تفكر بطريقة أنا أولا في موضوع الحرب في أوكرانيا، وتطالب الآخرين بأن يضحوا من كل شيء من أجل الولايات المتحدة. طيب أستاذ صفان، يعني تحدث بهذه الحالة دكتور عن كل هذه الفواعل الدولية، وبالتالي ننظر إلى الشأن العراقي، لما لاحظ أنه هنالك احتمالية مثل ما تفضلت أنه عودة أسعار النفط إلى 100 دولار، ولربما في موسم الشتاء راح تلامس 150 دولار، بالتالي حلول هذا الموسم في أوروبا وزيادة الطلب، كل هاي المعطيات إلى أي درجة باستطاعة العراق أن يترجمها لمصلحته وزيادة وافراته المالية؟ يعني العراق مطالب بتشكيل حكومة تستطيع أن تلبي متطلبات المجتمع الدولي باستقرار أسواق الطاقة، وتكون قريبة من متطلبات أو من رغبات الشعب بأسرع وقت ممكن، لكي تكون لدينا موازنة 2023 تستوعب هذا الفائض المالي الذي يقترب من 20 مليار دولار، زائدا ما متوقع أن تستمر هذه الأسعار على معدلات 100 دولار خلال 2023. أوبك ستراجع الأسعار وستراجع كمية الإنتاج إذا ما اقتربت الأسعار من 135 دولار، لن يعني يبقى هذا التخفيض دائمي. أوبك تحاول أن تضبط حركة العرض باتجاه معدلات استقرار لنمو اقتصاديات هذه الدول، خاصة أن دول الخليج فقدت أكثر من 320 مليار دولار من 2014 إلى 2021، وكذلك العراق. حاليا التوقعات تشير بأن هذه الدول ستجني إيرادات نفطية بمعدل 3.5 تريليون دولار خلال 5 سنوات القادمة، ومن ضمن هذه الدول العراق. يعني العراق أمام منعطف اقتصادي يمكن أن تساهم إيرادات النفط العالية حاليا في تحويل شكل الاقتصاد العراقي إلى التنويع الاقتصادي. يعني معدلات النمو التي نشهدها حاليا بسبب ارتفاع إيرادات النفط وليست من مصادر دخل أخرى، فلو كانت لدينا برامج اقتصادية تحول هذه الوفورات إلى استثمار الموقع الجغرافي طبعا أولا من خلال إكمال ميناء الفاو وربطه بالاتحاد الأوروبي، وكذلك إنشاء مدن صناعية، مدن تكنولوجية، مدن زراعية، عملية مغادرة الاقتصاد النفطي إلى التنويع ستكون من خلال امتصاص هذه الوفورات، وهذا حاليا ما تفعل دول الخليج. الصراع الروسي الأوكراني لن يستمر بتقديري إلى هذه الفترات الطويلة، لكن إعادة الإعمار بالتأكيد تحتاج إلى النفط، تحتاج إلى أن يزداد الطلب على النفط. لاحظنا الولايات المتحدة الأمريكية
حاليا تحاول زيادة إعطاء رخص للتنقيب جديدة من أجل أن لا ترتفع الأسعار عن $100، لأنها بالتأكيد مقبلة على الانتخابات، فيحاولون أن لا يتضرر المستهلك. لكن بتقديري العرض العالمي حاليا مقيد بالتضخم، يعني كلما ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية كلما سحبت الولايات المتحدة الأمريكية سيولة من الاتحاد الأوروبي ومن الاتحاد الروسي، وهي تقوم بإعادة تملك الموجودات في أوروبا وغيرها من مناطق دول العالم. يعني أشار الضيف الكريم إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ضمن هذه السياسة تحاول البقاء بالمركز الأول وتحاول تقييد معدلات النمو في بقية دول العالم، وهي بالتأكيد لاعب قوي في تحديث سوق سعر الطاقة. لكن نحن كعراق يفترض أن نستثمر هذه الوفرات في إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي ليكون اقتصاد متنوع. التأثيرات السياسية والدولية أستاذ هيثم، لما تتشكل حكومة جديدة راح تواجه كل هذه التحديات، بالتالي الانحيازات راح تحسب على الحكومة إذا من ناحية روسيا أو انحازت إلى الجانب الأمريكي، بالتالي هذه المواقف اللي تتخذها الحكومة عبر مواقفها السياسية وعبر منهاجها الوزاري، شلون راح يكون تعامل هذه الدول مع الحكومة الجديدة؟ الحقيقة أنه الحكومة الحالية، حكومة السيد الكاظم، التي لها علاقات جيدة مع المجتمع الدولي ومع المحيط الإقليمي ومع الدول الغربية والولايات المتحدة، هي ما اتخذت القرار بالموافقة على التخفيض، لأن العراق جزء من منظمة أوبك بلاس وبالتالي هو ملزم بقرارات هذه المنظمة. اللائمة تقع على الدول التي تقود هذه المنظمة، وهذا ما صدر في الصحف الغربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية، لم تكن هناك إشارات لتحميل العراق تبعات هذا القرار، وإنما العربية السعودية وروسيا هم من يقودون هذا التجمع. أما أعتقد أنه الدول الغربية الآن هي بحاجة لمصادر الطاقة، العراق ينتج أقل من 4 مليون، وبإمكانه مع تطوير بنيته التحتية أن يزيد إنتاجه إلى 8 مليون برميل، قد تعوض النقص بالطاقة. من مصلحة الدول الغربية أن تزيد استثماراتها في العراق، وأنا أثني على ما تفضل به جناب الدكتور أنه لابد من تنويع مصادر الطاقة، لابد أن نستغل الفرصة لمنح استثمارات لاستثمار الغاز المصاحب الذي يحرق والذي أدار العراق منه 17.7 مليار تقريبا من 2003 إلى الآن. نقوم بوضع بنى تحتية استثمارات الغاز في العراق وتنويع القطاعات الإنتاجية الأخرى وتنويع مصادر الطاقة، ما دام العالم الآن بحاجة إلى استقرار مناطق الطاقة وممرات الطاقة والعراق على رأسها. بالتالي أعتقد الحكومة القادمة تمتلك فرص لم تمتلكها الحكومات السابقة. طيب دكتور صفان، يعني برأيك أنه الحكومة الجديدة بالإضافة إلى مواقف حكومة تصريف الأعمال اللي تفضل بها الأستاذ هيثم، الحكومة الجديدة راح تواجه تحديات أم أنها راح تعتبر ما حدث أن هذه فرص متاحة أمامها؟ يعني بالحقيقة النظرة الخارجية للاقتصاد العراقي هي نظرة إيجابية. حاليا الاقتصاد العراقي يرتكز على احتياطي للبنك المركزي اقترب من 86 مليار دولار وذهب 135 طن، بمعنى أننا نستطيع يعني ضمان حقوق المستثمرين في الاقتصاد العراقي. عملية ربط الغاز العراقي بالاتحاد الأوروبي تحتاج إلى أموال، تحتاج إلى كبار شركات النفط العالمية أن تأتي إلى البيئة العراقية. غاز الأنبار قد يكون هو المحطة الأولى، وبالتأكيد غاز البصرة، وربط هذا الغاز بأسواق الطاقة العالمية تعني فتح نافذة جديدة لإيرادات العراق. زائداً أن العراق يسعى إلى أن يكون هو معبر تجاري للسلع من الاتحاد الأوروبي باتجاه الصين والهند، والعكس صحيح. نعم. إكمال المصافي على مستوى مثلا مصفى الفاو سيساهم في يعني تحقيق استقرار للمشتقات النفطية في الداخل العراقي، وقد يدخل العراق لاعب في تصدير المشتقات النفطية. فعمليا نعم نحن أمام يعني تغير في حركة الاستثمارات العالمية. نعم. الاتحاد الروسي سحب استثماراته من أوروبا، وكذلك أوروبا فعلت، والعراق هو محطة جذب لهذه الاستثمارات، لأن العائد على الاستثمار في العراق هو الأعلى عالميا. إذا ضمننا أن تكون هذه الحكومة ضمن متطلبات الإرادة الدولية وضمن أهداف الشعب،
سنتمكن من عملية ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، وأعتقد أن العالم كله يراهن حاليا على أسواق الطاقة أن تبقى مستقرة في هذه المرحلة، لأن روسيا هي ليست يعني دولة صغيرة، ستحاول أن تستمر في إنتاج الطاقة باتجاه آسيا، فعملية المنافسة في آسيا ستكون أشد، فالبديل هو أن تتجه نفوط الشرق، العراق والمملكة العربية السعودية ودول الخليج باتجاه الاتحاد الأوروبي لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي أثريت الحوار في هذا الملف، وأشكر كثير حضرتك أستاذ هيثم خزعلي عضو شبكة للتحليل السياسي في ملفين رافقتنا، وشكرا لهذه الإثراءات، شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.